نقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنشوف ناخد المشتق الخامس، اسم الزمان والمكان. عرفنا قبل كده المشتقات إنها أسماء تؤخذ من الأفعال لدلالات مختلفة، زي ما خدنا اسم الفاعل يدل على من يقوم بالفعل، ماشي، زي لقى لاق وقتل قاتل وباع بائع وصام صائم وهكذا. أما اسم المفعول فيدل على من وقع عليه الفعل، ولذلك لا يأتي إلا من الفعل المبني للمجهول، فهم، أو نقول الصح فهم مش فهم، تبقى مفهوم. علم معلوم، عرف معروف، استخرج هو مستخرج، وهكذا. ومن بعدها خدنا صيغة المبالغة، وعلمنا أنها تأتي على 5 أوزان مشهورة، سواء كان فعول أم فعيل أم فعال أم مفعال أم فاعل. ومن بعدها تعرفنا على اسم الآلة بنوعيه، سواء كان المشتق أو القياسي كما قلنا، أو المسموع أو الجامد بمسماه الآخر. اليوم هنعرف كويس قوي المشتق رقم 5، وهو اسم الزمان واسم المكان، وهما ليس مختلفان، بمعنى إن الكلمة الواحدة ربما تستخدم كاسم زمان أو اسم مكان على حسب سياق الجملة، وده اللي هنشوفه مع بعض. تمام؟ نتعرف الأول، نقصد إيه باسم الزمان أو اسم المكان؟ قال لي اسم مشتق من الفعل للدلالة على زمان وقوع الفعل أو مكانه، مش فارقة معايا كتير، زمانه أو مكانه. مثال، لو قلنا مولد النبي عليه الصلاة والسلام في شهر ربيع الأول. أنا هنا لو حبيت أسأل سؤال، أسأل بإيه؟ كويس، سامعك بتقول هسأل بمتى؟ ومتى بنسأل بيها عن إيه؟ عن الوقت. إذا جاءت كلمة مولد لتدل على زمن ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. تمام كده؟ تمام. طيب لو قلنا النادي مجتمع الرياضيين، وفي جملة أخرى غيرنا النادي وجبنا زمن، قلنا الصباح مجتمع الطلاب. شايفين ايه؟ شايفين كلمة مجتمع اتكررت مرتين، في الأولى نراها مكان اجتماعهم اللي هو النادي، وفي الثانية زمن اجتماعهم. إذا فكلمة مجتمع تستخدم كاسم زمان أو كاسم مكان، يفرق بينها سياق الكلام. في أي مشكلة كده؟ تمام، زي ما احنا شايفين مع بعض. لو جينا لمعلومة جديدة، إزاي أجيب اسم الزمان او اسم المكان؟ زي كل مرة بناخد بنعرف ان المشتق ده ممكن يجي من فعل ثلاثي وممكن يجي من فعل غير ثلاثي. لما نيجي نتكلم بيجي ازاي من فعل الثلاثي، تلاقيني كتبت لك وزن ميم ف عين لام افعل. الفرق، الفرق مش كتير، انا هما الكلمتين ميم ف عين لام، لكن الاولى بفتح العين والثانية بكسرها، مفعل ومفعل. طب ايه اللي هيحكمني؟ اعرف منين ان كانت مفعل او مفعل؟ تمام، بص يا سيدي، هنشتغل على مفعل اللي عينها مفتوحه، المزن اللي عينه مفتوحه. هيقول لي ببساطه اذا كان الفعل بتاعي صحيح. يعني ايه صحيح؟ فاكرين حروف العله اللي هي الواو والالف والياء؟ لو الفعل بتاعي صحيح بمعنى ما فيهوش ولا حرف من حروف العله، تمام، ماشي الكلام، هعمل انا ايه؟ هجيب المضارع بتاعه. على سبيل المثال دخل يدخل، هجر يهجر، رجع، تمام، يرجع. تعالى وركز معايا في دي كويس قوي. مع دخل انا قلت يدخل على وزن ايه؟ يفعل. شايف يفعل العين عليها ضم، ولذلك هيجي منها اسم الزمان أو المكان على وزن مفعل. يبقى احنا بنجيب مفعل لو الفعل بتاعي صحيح مضموم العين في المضارع، العين دي اللي تعتبر الحرف الثالث. طيب ماشي، طب شوف الفعل معايا، رجع يرجع، لا هنقول يرجع ولا يرجع، مش هتنفع، يرجع، علشان كده هنجيبها على وزن مفعل. إذا الصحيح بتاعي لو عينه مفتوحة في المضارع، ونقول تاني العين اللي هي الحرف رقم 3،
مفتوح في المضارع أو مضموم هاتها على مفعل بفتح العين، مكسور هاتها على مفعل بكسر العين. في مشكلة؟ في أي مشكلة معك؟ تمام، زي ما أنت شفت الأمثلة قصاد عينيك، دخل مدخل هجر مهجر رجع مرجع، تمام. أما شتاها هنتكلم فيها حالا، تمام، وده الكلام احنا كنا بنتكلم فيه من شوية، تمام. تعال معانا نشوف الأمثلة. سعى، ده ايه؟ ده معتل. طب احنا ما اتكلمناش على المعتل، احنا اتكلمنا على الصحيح. طب لو معتل نعمل ايه؟ قالك لو معتل الوسط او الاخر هيجي برضو على وزن مفعل. يعني ايه مفعل؟ تمام، يعني عينه مفتوحة زي سعى، ده معتل الاخر. فنقول ايه بقى؟ مسعى، ماشي، مسعى، هوى، معتل الاخر، مهوى، مهوى على وزن مفعل. طيب لو قلنا لعبة، هات المضارع يلعى، عا تلات حرف ملء مفتوح يلعبوا، عشان كده جبناها على ايه؟ ملعب. طب صنع، يصنعوا ولا يصنعوا؟ نا 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 مفتوح، عشان كده جبناها مفعل مصنع، زي ما انت شايف الجدول اللي قصاد عينيك، تمام؟ ماشي الكلام. هنروح للوزن الثاني اللي هو مفعل. كل ده احنا شغالين على الثلاثي، عايز افكرك انا لسه ما رحتش لغير الثلاثي. طيب مفعل امتى اجيبها مفعل؟ احنا قلنا اذا كان صحيح بس العين بتاعته مكسوره في المضارع، او لقيناه معتل الاول. معتل الايه؟ الاول. تعال بص معايا كده، جلس، يجلس، لس ثالث حرف ملء مكسور اهو، فقمنا جايبين ايه؟ مجلس، مجلس. طيب وعد، ده معتل الاول، فقلنا موعد. طب وضع، موضع. طب رجع، مرجع، جع، لان المضارع بتاع رجع يرجع مش يرجع ولا يرجع، يرجع، يرجع. تمام، تمام. بس في ملحوظه لازم ناخد بالنا منها اللي هي ايه؟ تمام، في معانا بعض الافعال، بعض الافعال بيجي منها اسم الزمان والمكان على وزن مفعل مكسور العين، والمفروض انها تيجي مفعل او العكس، ودي كده محفوظه عن العرب، دي جاءت هكذا على هذه الصيغه محفوظه عن العرب. بص معايا كده، سجد، ده صحيح لو جبت المضارع، المضارع يسجد، يبقى المفروض اقول مسجد، لا احنا عندنا المسموع والمحفوظ مسجد، وده الصواب. طيب غرب، غربت الشمس، المضارع بتاعها ايه؟ يغرب مش يغرب، يغرب، يغرب. اذا هبص لنفسي بقول ايه؟ مغرب. ده كده على غير قياس لا يقاس عليه، سمع عن العرب واخذ عنهم. نبت، ينبت، بوتو، شايف الباء؟ ينبت، ينبت، ما تنفعنيش، ينبت، تمام، هي ينبت كده، فالمفروض تكون ايه؟ منبت، مفعل، وهكذا. تمام، نيجي بقى لاسم الزمان والمكان من غير الثلاثي. من غير الثلاثي هيفتح معايا مشكله كبيره جدا. هتقول لي ليه؟ هقول لك لان هو والمفعول واسم المفعول حاجه واحده. بمعنى لو انت فاكر، هنجيب الفعل المضارع، هنبدل حرف المضارعة ميم مضمومة، تمام، ونيجي على الحرف قبل الأخير ونفتحه. حلو الكلام، نيجي على الحرف قبل الأخير نعمل إيه؟ نفتحه. ماشي يا سيدي، زي إيه مثلا؟ تمام، بص معايا، أخرج، ده فعل إيه؟ رباعي. هجيب المضارع يخرج، هبدل بقى ميم مضمومة مفتوح ما قبل الآخرة، بقت مخرج، مخرج. بس خد بالك ده فعل مش مبني للمجهول. قدم، هجيب المضارع يقدم، بدل بقى مقدم، مقدم، تمام. طيب هنيجي عند اعتمر، معتمر، معتمر. طب استخرج، مستخرج، مستخرج. طب نقف شوي، ازاي بقى اقدر افرق ما بين اسم الزمان، اسم المكان، اسم المفعول؟ تمام، قال لك ببساطة جدا
على حسب سياق الكلام. هتقول لي ازاي؟ هقول لك امر بسيط جدا. لو انا قلت الصيف مستخرج الفاكهة، هنا يا ترى كلمة مستخرج ايه؟ سامعكم كويس؟ في ناس كويس، لقطة كويس جدا، بتقول اسم زمان، كلامها صح. لان انا متى تستخرج الفاكهة؟ في الصيف، الصيف مستخرج الفاكهة. طيب نسيبها خالص ونروح ونقول سيناء مستخرج البترول، سيناء مستخرج البترول. هل ده موعد استخراج البترول أم مكانه أم من يحدث له الاستخراج؟ كويس، صح، زي ما احنا بنقول برضو ده مكان استخراج الايه؟ البترول. فهي مستخرج، مستخرج مين ده؟ البترول. منين؟ من سيناء. اذا جاءت سيناء تقول لك ان كلمة مستخرج دي اسم مكان. طيب لو انا غيرت الجملة وترتبها وقمت قايل البترول مستخرج من سيناء، اصبح مستخرج اللي هي هنا دي بتدل على من وقع عليه الاستخراج وهو البترول، فالبترول مستخرج من سيناء. ده كده اسم مفعول، اسم مفعول. امر بسيط جدا، لو انا قلت الطلاب ملتقى بهم، ملتقى، ملتقى دي بتدل على مين؟ كويس، على من التقى بهم او التقينا بهم هم الطلاب، فهي اسم مفعول. طب لو قلت النادي ملتقى الرياضيين، هتبقى عندي ملتقى دي ايه؟ جميل، اسم مكان، برافو، تمام جدا، اسم مكان. طيب لو انا قلت ايه الساعة السابعة ماشي، ملتقى الطلاب، متى يلتقي الطلاب؟ في الساعة السابعة. اذا جاءت هنا ملتقى تدل على زمان، اذا هي اسم زمان، وهكذا. هيبقى واضح جدا سياق الكلام عندي، نقدر نفرق ما بينهم. في اي اسئلة او اي استفسار؟ تمام، حابب انك تاخد بالك من ده، ان اسمي الزمان والمكان زيهم زي اي مشتق، بيعرب حسب موقعه في الجمله. ممكن يجي مرفوع، يجي منصوب، يجي مجرور، مش فارقه معايا. ممكن يجي مؤنث او مذكر، برضو مش فارقه معايا. ممكن يجي مفرد ومثنى ومجمع، برضو مش فارقه ايه معانا خالص، تمام. فهو اسم زي اي اسم تنطبق عليه كل الشروط. طيب لو جينا عند الكلمات الشهيره في الامتحان بنشوفها كتير قوي، نركز فيها خاصه ثالثه اعدادي، بنشوفها كتير قوي قوي، زي مستقبل، موعد، موسم، مطلع، مولد. تاني، مستقبل، موعد، موسم، مطلع، مولد، دي بنشوفها كاسماء زمان وممكن نحولها اسم مكان عادي خالص. عندك كلمه مجتمع وهي شهيره، بل شهيره المشاهير كلها، كلمة مجتمع، وموقف، ومجال، مجال، وموطن، ومنبع، وهكذا وهكذا. دي بعض الكلمات اللي هتساعدك علشان تبقى قصاد عينيك ساعة ما تشوفها تبقى عارف كويس قوي انها تدل على الزمان او المكان. معنا في الاخر تدريب، هنحاول نبقى نحله مع بعض كده ونشوف الدنيا معانا عاملة ايه، ماشي، ونشوف الناس استوعبت ولا لا. ممكن ناخد المثال الاول مع بعض. على الساحل الشمالي يصيف بعض السائحين، مطلوب مني اشيل الفعل اللي موجود في الجمله، تقريبا واضح جدا اللي هو يصيف، واحط مكانه اسما سواء للزمان او للمكان. طيب انا عندي يصيف الماضي منها ايه؟ صيف. طب وانت جبت الماضي ليه يا مستر؟ عشان اعرف ثلاثي ولا غير ثلاثي. صيف طلعت عندي ايه؟ غير ثلاثي، اربع حروف عشان الشد. يبقى انا هسيب المضارع ده زي ما هو، اجي عند الياء ابدلها ميم مضمومه، واجي عند الياء افتحها تبقى مصيف. يبقى على الساحل الشمالي مصيف بعض السائحين، وهكذا، هي لغتنا، تمام. وان كانت غريبه فلذلك لاهمالنا لها ليس اكثر. مصيف بعض السائحين على الساحل الشمالي، ساعتها اسال دي كده زمان ولا مكان؟ سامع ناس كتيره بتقول لي ده مكان يا مستر، ده مكان اللي بيصيف فيه. ده كلام كويس قوي. مطلوب من حضرتك نعمل كام جمله او الاربع جمل الباقيين او الخمسه ايا كان، وبعد كده نتناقش فيهم في مره تانية ان شاء الله، واراكم في موعد قريب باذن الله.
السلام عليكم.